الحقيقه قبل بس ما اتكلم عن اي شيء، عايز اقول لحضراتكم ان امبارح نادي الزمالك هن النادي الاهلي على الهواء مباشره، وقلنا هذا الكلام في شاشه قناه النادي الاهلي، وهن نادي الزمالك النادي الاهلي على فوزه بالبطوله العاشره. وهذه هي الروح الرياضيه الدائمه الحقيقه اللي احنا بنسعى ليها، بننبذ التعصب، بننبذ العنف، بننبذ كل هذه الامور، لان النادي الاهلي كبير بمبادئه، كبير باخلاقه. حدث امبارح الحقيقه خطأ فردي، وتم وسيتم التحقيق فيه او بيتم التحقيق فيه الان، وخلال الفتره القادمه هنقول لحضراتكم ايه اللي حصل في التحقيق من هذا الخطأ الفردي. واعتذرت اداره السوشيال ميديا داخل قناه النادي الاهلي عن ما حدث امس، وهذه هي روح الكبار، هذه هي روح الكبار. لما تغلط يجب ان تعتذر، احنا اخطأنا او اداره السوشيال ميديا في النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي اخطأت، وبالتالي اعتذرت عن هذا الخطأ. كل الكلام اللي انا بقوله ده الحقيقه مش هيخلينا نطلع بره فرحتنا، بره ان احنا سعداء ومبسوطين وفخورين بالنادي الاهلي. احنا يا جماعه بجد لما بتبقى بتنتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق، وتبص للكاس اللي امام حضراتكم، وتشوف المجهودات اللي اتعملت علشان الكاس ده يبقى موجود معاكم ونتبسط بيه النهارده، اعتقد ان احنا هنعرف قد ايه النادي الاهلي ده كبير وعظيم، وله في قلوبنا كل الفرحة وكل المحبة وكل الفخر بأن احنا ننتمي لهذا النادي الكبير.